اهلي طلعوا من قلب الدار رايحين شاردين نازحين، رمتهم صاروخ زنانه وهي مرميه في قلب الشارع لحتى الان 8 انفار ومش قادر اجيبهم من 8 ايام. طلوا علينا يا ناس، وين انتوا؟ دار 8 طوابق نزلت في الشوارع مرميين، اولادنا دودت في الشوارع، اهلي راحوا في الشوارع، مش قادر اجيب اشي، مش قادر اطعم اولادي، مش طالبين الشحت، مش طالبين حاجه، طالبين الانسانيه والرحمه للامه، مش قادرين يا عالم، مش قادرين يا ناس، اتعبنا في الشدوى، فيش ميه، الناس اسبوع ما نشربش ولا ميه ولا اكل، متبهدلين بهدل عمرنا ما كنا نحلم فيها بالتاريخ. تاريخ فلسطين ما كنا نحلم فيه. اتبهدلنا بهد اكثر من 150، اتبهدلنا بهد عمرنا ما كنا نحلم فيها. لمتابعه المزيد من الاخبار والبرامج والقصص الانسانيه والوثائقيات والتقارير الاخباريه، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الاعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.